السلام عليكم ورحمة الله، تحية لكم مشاهدينا الكرام. هذه نشرة الأخبار الرئيسة من قناة السعودية، أبدأها بالعناوين. خادم الحرمين الشريفين يؤكد أن يوم التأسيس ذكرى اعتزاز تعبر عن 3 قرون من قيام هذه الدولة المباركة. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة من قادة ورؤساء الدول بمناسبة يوم التأسيس. ومناطق المملكة تشهد إقامة فعاليات متنوعة تحاكي تاريخ الدولة السعودية احتفاء بذكرى يوم التأسيس. أهلا بكم. قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال: إننا نستذكر بكل اعتزاز ذكرى يوم التأسيس الذي يعبر عن نحو 3 قرون من قيام كيان هذه الدولة المباركة عام 1727 للميلاد. عاصرنا خلالها مختلف التحديات وتجاوزنا فيها جميع الأزمات، وكان التلاحم والاستقرار هو الأساس الذي يجسد عراقة هذا الوطن أرضا وإنسانا. تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عددا من التهاني من رؤساء وقادة العديد من الدول الشقيقة والصديقة بمناسبة ذكرى يوم التأسيس. تحتفي المملكة اليوم بذكرى يوم تأسيس الدولة السعودية على يدي الإمام محمد بن سعود، وتجسد هذه المناسبة الوطنية التي ستقام تحت شعار يوم بدينا تجسد معاني الاعتزاز بالجذور الراسخة لهذه الدولة وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها، وذكرى يوم التأسيس فرصة سانحة لاسترجاع ذاكرة 3 قرون مضت منذ تأسيس الدولة السعودية وعاصمتها الدرعية. يوم التأسيس يحكي أمجاد 3 قرون عريقة مرت علينا يوم بدينا على يد الإمام محمد بن سعود، وبفضل عبقريته استطاع أن يجعل الدرعية عاصمة للدولة السعودية الأولى بعد 1000 عام لم تعرف فيه المنطقة الوحدة، لتشكل الدرعية منعطفا تاريخيا في الجزيرة العربية وتصبح دولة عربية بحكامها وشعبها يجمعهم الترابط والثقافة والأصالة والعراقة تحت راية الدولة السعودية، لتكون حجر الأساس لنهضة شاملة أرست دعائم متينة ومبادئ عظيمة راسخة ورؤية واضحة إلى يومنا هذا. الإمام محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى وموحد شطري الدرعية استطاع تغيير شكل الحكم من مدينة الدولة إلى الدولة الواسعة المستقرة. المزيد في سياق هذا التقرير. الإمام محمد بن سعود بن محمد بن نجرن بن مرخان بن إبراهيم بن موسى بن ربيعة مانع المريدي مؤسس الدولة السعودية الأولى، ولد في الدرعية عام 1697 للميلاد وتوفي عام 1765. أسس الدولة السعودية الأولى وبني في عهده سور الدرعية حيث بناه ابنه عبد العزيز، وكان عبارة عن سورين متوازيين من الطين وبينهما حجارة لتدعيمه، وسبب بنائه حملة من الأحساء على الدرعية. كان يملك حساً إدارياً جيداً ونظرة مستقبلية، فعمل على البدء بالتغيير معلناً قيام الدولة السعودية الأولى لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخ شبه الجزيرة العربية، حيث وضع لبنة البناء والوحدة التي وحدت معظم أجزائها والتي لم تعرفها شبه الجزيرة العربية منذ أعوام طويلة. ونتيجة لهذه الوحدة أصبحت مدينة الدرعية
عاصمة لدولة مترامية الأطراف ومصدر جذب اقتصادي واجتماعي وفكري وثقافي. أمانات مناطق المملكة أقامت بدورها فعاليات ومهرجانات تفاعلية وحية تجسد صورا من الماضي العريق والثقافة الأصيلة. لمتابعة ورصد احتفالات مناطق المملكة بيوم التأسيس وأيضا رصدا لمشاعر المواطنين في أكثر من منطقة، ينضم إلينا مراسل أخبار السعودية بداية من القصيم علي العطينان. أهلا بك، أحييك لنشرة الأخبار الرئيسة علي، و بلا شك أنه يوم مميز، ضعنا في أجوائه، فعالياته، احتفالاته، مظاهره بشكل عام. نعم، مساء الخير عبد الله، تحية لك وللمتابع الكريم. بكل تأكيد أن هذه المناسبة الغالية وهذه الذكرى الخالدة، ذكرى يوم التأسيس لمملكتنا الغالية المملكة العربية السعودية، هنا كما يعني ترى في الصورة وأيضا تسمع الأصوات ومظاهر البهجة والفرحة التي تعيشها منطقة القصيم ابتهاجا واعتزازا وافتخارا بذكرى يوم التأسيس، اللي معها نستذكر الأمجاد وأيضا البطولات وكذلك التاريخ المجيد. نتواجد عبد الله والمتابع الكريم في فعالية الليوان في مدينة بريدة، تحديدا في مدينة التمور. هذه الفعالية اللي تأخذ الزوار في رحلة تاريخية نوعية تستعرض معها مسيرة البناء وأيضا التأسيس عبر عدد من المناطق، تتضمن تجسيد لتلك الحقبة وأيضا يستعرض من خلالها الإرث التاريخي والموروث الشعبي وكذلك الثقافة الأصيلة التي هي ضاربة في عمق التاريخ لمملكتنا. وأيضا يجد الزائر في هذه الفعالية العديد من المعروضات، أيضا العديد من الأركان اللي من خلالها يتعرف على التاريخ، أيضا على الملبوسات والزي الشعبي، بالإضافة إلى بعض الأعمال والحرف اليدوية التي كان يعمل عليها الآباء والأجداد، وأيضا أسهمت بشكل كبير في قيام هذا الكيان الشامخ، وساهم الآباء والأجداد في طبعا بنائه مع الإمام محمد بن سعود اللي وحد الصف وجمع الكلمة وضبط الأمن. صورة يعني تعكس مظاهر البهجة هنا بالضبط في مدينة بريدة، الكل يتزين بالزي الشعبي. هذه الفعالية تحديدا أين بالضبط علي؟ الفعالية التي تصفها الآن؟ نعم، هذه الفعالية تقام في مدينة التمور، تحمل عنوان الليوان، وهي واحدة من الفعاليات اللي تقام احتفاء وابتهاجا بذكرى التأسيس. طبعا تتضمن عروض تفاعلية، معارض حية، فلكلورات شعبية، ألوان شعبية، أيضا استعراض للزي التراثي الشعبي لكافة مناطق المملكة. نعم. وطبعا بدأت الفعالية بتدشين من سمو أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز عصر اليوم، وتستمر إن شاء الله لمدة 4 أيام من العصر وحتى منتصف الليل. جيد، يعني مستمرة في نفس المنطقة، منطقة الليوان في مدينة التمور في بريدة، لمدة 4 أيام، أليس كذلك؟ نعم. نعم صحيح عبد الله، هذه الفعالية تحمل عنوان الليوان وهي مستمرة لمدة 4 أيام، تقدم العديد من الفعاليات برحلة تاريخية ثقافية نوعية تستعرض تاريخ مملكتنا الممتد حتى اليوم وحتى هذا العهد الزاهر، عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، تبرز النهضة والتنمية اللي يعني تنعم بها بلادنا. نعم، هذا في بريدة، في مدن القصيم أيضا، هل هناك أيضا فعاليات خاصة بهذا اليوم أو الأيام القادمة؟
نعم، أيضا في مدينة بريدة هناك العديد من الفعاليات، فعاليات تنظمها وزارة الرياضة ممثلة بمكتبها بمنطقة القصيم، أيضا العديد من الفعاليات اللي تقام في عدد من المواقع السياحية والتراثية، المنتجعات الريفية اللي تعد واحدة من الوجهات السياحية، البلدات التراثية أيضا تقام فيها العديد من الفعاليات، المقصورات القديمة اللي تواجد فيها المواطنين وأيضا المواطنات وكذلك المقيمين، تزينوا باللبس كما تشاهد يعني اللبس ما شاء الله الأطفال يعني الموروث الشعبي القديم. نعم نعم، لبسهم مميز وحضورهم مميز وبراءتهم هي كذلك يعني مميزة في نعم هذا اليوم، احتفالاتهم أيضا جميلة وتعاطيهم مع هذا اليوم. نعمل بالتأكيد أن يعرفوا حقيقة قصة التأسيس من البداية وحتى هذه اللحظة والمعاناة التي بالفعل مر بها إنسان هذه الأرض حتى وصلنا إلى هذا المجد الذي نفاخر به. نعم صحيح. الأمم، إن كنت يعني تلتقط يعني ربما لقاءات سريعة مع الأطفال يعني إن تسنت الفرصة لك يعني. نعم. أم أن انتقل إلى زميل آخر؟ نعم إذا سمحت. نعم نعم، إذا سمحت معي تعرف عليك، كيف حالك؟ الحمد لله. إيش تقولين بيوم التأسيس؟ مبسوطة أنت اليوم؟ كيف شفت الفعاليات؟ حلوة. جميلة، انبسطتي؟ أيوة الحمد لله. إيش تقولين اليوم؟ مبسوطة؟ مع مين جاية؟ مع أمي. كيف شفت الفعاليات؟ حلوة. انبسطتي؟ يلا يعطيك العافيه. جيد. اذا عبد الله يعني هذه صوره سريعه لهذه. نعم. الفعاليات. كل الشكر لك. تفضل. شكرا لك لزميلي مراسل اخبار السعوديه من القصيم علي العطينان، شكرا جزيلا لك. شكرا. والمواكبة مستمرة أيضا مشاهدينا الكرام، ورصدنا مستمر ويتواصل لهذا اليوم المميز يوم التأسيس. نحاول قدر المستطاع أن نرصد مشاعر المواطنين في أكثر من منطقة من مناطق المملكة العزيزة. نتحول الآن إلى الطائف، زميلي من هناك انضم إلينا محمد الثقفي. أهلا بك محمد، حالة الشعور يعني العامة تنسحب على كل مناطق المملكة ولا شك، كيف هي ملامح هذا اليوم في الطائف؟ أهلا بك وكل عام وأنت ونحن والوطن قيادة وشعبا، نزهو ونفخر بهذا الوطن الكبير الممتد لثلاثة قرون. بلا شك مشاعر الفخر والاعتزاز بتضحيات وبطولات الأوائل لهذه الأرض الطيبة المملكة العربية السعودية التي استنبتها ورعاها حتى غدت كيانا شامخ الإمام محمد بن سعود، لتستمر في بهائها وتستمر في شموخها وتستمر في عطائها وبتضحيات أبنائها حتى اليوم. حقيقة نحن في هذا المكان وفي هذه الفعالية، فعالية الليوان التي تقام بحديقة الملك عبد الله والتي ستستمر لثلاثة أيام، ما هي إلا جزء من مظاهر الفرح والاحتفال الكبير التي تعيشها محافظة الطائف، والتعبير الكبير الذي طبعا يشاركه الجميع حرفا وعزفا وريشة، أيضا الموروث والثقافة والإرث العظيم التي تتكئ عليه هذه البلد من موروث جميل، من زي، من مأكولات، من موروثات، من فلكلورات شعبية. الكثير من هذه الفعاليات نلحظها ونعيشها في هذه الفعالية وفي كافة زواياها، إضافة إلى باقي مناطق ومراكز المحافظة. نعم. سنتعرف وسنأخذ انطباع المشاركين في هذه الفعالية. جيد. بشكل سريع، يسعدنا أن يكون معنا أحد الضيوف في هذا المساء، أهلا وسهلا بكم وتعرفنا عليك. أهلا وسهلا، تركي عبد الله الثقفي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة في هذا اليوم شعورنا شعور لا يوصف بمناسبة التوحيد تأسيس مملكتنا الغالية، فنرفع أجمل التهاني والتبريكات إلى والدنا العزيز الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وإلى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وإلى الشعب السعودي الكريم.
كل الشكر، يعطيك العافية، شكرا لك. أيضا المشاركات الجميلة أيضا من كل أطياف وشرائح المجتمع، لو تلاحظ زميلي نواف يعني ما شاء الله هذه الأزياء الجميلة وهذه الفرحة الظاهرة على محيا هؤلاء المشاركين. تعرف عليك؟ عمراض النمري. حياك الله. أسامة شاكر عبد الله النمري. ما شاء الله تبارك الله. وش جايين اليوم؟ وش شعوركم؟ وش احتفالكم؟ وش الكلمة والمشاعر اللي حابين تنقلونها اليوم؟ والله الحمد لله على سلامة الوطن وأمننا، أمن الوطن، وإحنا كلنا مبسوطين على يوم التأسيس. عندك مشاركة؟ سعيد أنا بهذا يوم التأسيس، وشكرا على نعمة الوطن. يعطيك العافية إن شاء الله. أيضا أحد الأبطال، تعرفنا باسمك؟ ماجد. أيوة، إيش حاب تقول؟ ما شاء الله، وش اللبس هذا الحلو، وش أيضا المشاعر الحلوة لازم تطلع معانا. أوكي، إيش تحاب تقول للوطن؟ فرصة سعيدة. يعطيك العافية. وإحنا والله اللي أسعد لما نشوف هذه الفرحة وهذه المشاعر الكبيرة. طيب. أيضا حاب والله أخذ أكبر قدر. ما شاء الله يعني من المشاركات معك. جيد يعني. ميراء. ميراء. أيوه. إيش حاب تقولي وإيش حاب تعبري بهذه الدقائق الجميلة؟ إيش حاب تقولي للوطن؟ كل عام الوطن. كل عام والوطن بخير وصحة سلام. يعطيك العافية، شكرا لكم. إذا زميلي نواف، إذا كان عندي متسع من الوقت يعني لنقل هذه المشاعر، نكتفي بهذا القدر يعني. تعرفنا باسمك؟ خالد سعد الزايدي. وش حاب تقول يعني في الدقائق والثواني السريعة هذه؟ هذا أفضل مكان، وحياكم الله في الطائف، وحياكم الله في كل مكان. يعطيك العافية. إذا زميلي نواف، شكرا يعني محمد. هذه مشاعر من القلب للقلب. نعم. لهذا الوطن ولقيادته ولكل. نعم. مكوناته ولكل أمجاده. جي. التي حظينا بها في هذا المساء. يعطيك العافية. شكرا لك محمد الثقفي، كنت معنا من الطائف متحدثا تحديدا من حديقة الملك عبد الله التي تتواصل فيها الاحتفالات بيوم التأسيس لمدة 3 أيام. شكرا لك. إذن مشاهدينا الكرام، نشرتنا مستمرة من قناة السعودية فيها بعد الفاصل. عروض وفعاليات ومسابقات تشهدها مناطق المملكة على مدى يومين بمناسبة ذكرى يوم التأسيس. أهلا بكم، أحييكم من جديد. تشهد مناطق المملكة 13 عددا كبيرا من الاحتفالات والفعاليات والعروض بمناسبة يوم التأسيس، حيث أقيمت عدد من الفعاليات الثقافية والفنية والشعبية التي تحلق في سماء الإبداع والحب والولاء، مجسدة عمق هذا التاريخ الكبير الذي خلفه لنا قادة هذه البلاد المباركة ورجالاتهم حتى الوقت الحاضر في لوحات معبرة عن فصول من الزمن مرت بها هذه البلاد. الدرعية مهد الدولة السعودية الأولى، خلدها التاريخ كأحد أهم محاضن الثقافة والتجارة في المملكة ومنطقة حكم الدولة السعودية الأولى التي وضعت حجر الأساس لبزوغ فجر المملكة العربية السعودية. تم تأسيس الدرعية عام 1446 للميلاد. أسسها مانع المريدي على موقع المليبد وغصيبة على ضفة وادي حنيفة، حيث وضع مانع المريدي اللبنة الأولى لتأسيس الدرعية لتصبح المدينة نقطة عبور مهمة لقوافل الحج والتجارة ومركزا مهما للاستقرار. تبلغ مساحتها نحو 2020 كيلومترا مربعا، كما يقطنها 73,668 نسمة حسب إحصائية الهيئة العامة للإحصاء لعام 2017. وتمثل الدرعية رمزاً وطنياً بارزاً في تاريخ المملكة العربية السعودية، فقد ارتبط ذكرها بالدولة السعودية الأولى التي أسسها الإمام محمد بن سعود وكانت عاصمة لها. وقد شكلت الدرعية منعطفاً تاريخياً في الجزيرة العربية، فأصبحت الدرعية قاعدة الدولة ومقر الحكم والعلم الأشهر في جزيرة العرب خلال القرنين 17 و18 الميلاديين، وظلت مشهورة حتى بعد أن ألحقت الجيوش الغازية التدمير بها وبمحيطها الجغرافي سنة 1818 للميلاد. في عام 2010 للميلاد أعلنت منظمة الأمم المتحدة للعلوم والتربية والثقافة أن حي طريف في مدينة الدرعية موقع تراث عالمي. تركت مدينة الرياض التي كانت تعرف قديما بحجر اليمامة إرثا تاريخيا حضاريا موغلا في القدم،
وشهدت المدينة على مر تاريخها أحداثا وتغيرات وحملت مسميات أخرى، لكنها بقيت في المكان ذاته تحكي تاريخا من آلاف السنين مليئا بالأحداث لواحدة من أقدم المستوطنات البشرية في الجزيرة العربية. تقول المصادر التاريخية أن حجر اليمامة هي الرياض، فهي بلدة قديمة تقع في موقع مدينة الرياض الحالية، وتعتبر امتدادا لحجر في عارض اليمامة، لكن حجر بقيت تذكر في الإشارات التاريخية عن منطقة الرياض بين دفتي الكتب، حيث بدأ اسم الرياض بالظهور لاحقا، وهو يصف كيف أصبحت باقي محلات المدينة مهجورة، ثم اتخذها الأهالي حدائق أو رياضا لهم، فصارت المنطقة بشكل عام بما فيها من مزارع ونخل ومساكن تسمى بالرياض. وفي تسمية اليمامة قولان تاريخيان، أولهما أن اليمامة مشتقة من طائر اليمام ومفرده يمامة، وثانيهما أنهما مسمات على زرقاء اليمامة الطسمية، بينما نفت مصادر أخرى ذلك وقالت بأن اليمامة موجودة قبل أن توجد زرقاء اليمامة، وتبقى حجر اليمامة ذات إرث تاريخي حضاري موغل في القدم، شهدت خلاله المدينة أحداثا وتغيرات حملت خلالها عدة مسميات تملأ بها الصفحات التي تؤرخ واحدة من أقدم المستوطنات البشرية في جزيرة العرب. منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل 3 قرون، ساهمت المرأة في بناء الوطن وصقل قادته، فمنهم من شاركنا في قتال الغزاة ووقفنا سدا منيعا دون الوطن، ومنهن من تولينا مناصب قيادية. منذ تأسيس الدولة السعودية قبل 3 قرون، طبعت المرأة ذاكرة التاريخ السعودي بأدوارها على المستوى الفردي والأسري في شتى المجالات، اجتماعيا وصحيا بل وحتى اقتصاديا، وكانت بحق شريكة في بناء الوطن، وساهمت في مراحل الدولة السعودية وفي تأسيس وصقل قادة الدولة السعودية. وشاركت المرأة السعودية في قتال المحتل ووقفت سدا منيعا دون الوطن كغالية البكمية التي استطاعت أن تتصدى لقوات العثمانيين، ومنهن من تولت مناصب قيادية كالأميرة ريما بنت بندر أول امرأة تشغل منصب سفير في تاريخ المملكة، ومنهن من أنقذت قومها من الجوع كموذي البسام، وكن سببا في تغيير منحنى الأحداث السياسية والاجتماعية لتكون عاملا مؤثرا في صناعة القرار. المرأة كانت المساندة لزوجها، سواء زي ما ذكرنا المؤسس محمد بن سعود وزوجتها الأميرة موضي بنت وطبان، والشخصيات النسائية كثيرة كانت أيضا حاضرة كمستشارة لزوجها ومستشارة لأخيها. نذكر من أبرز الشخصيات أيضا الأميرة نصائحها وإرشاداتها، وكان الملك يعتبرها الشخصية القديرة التي عززت في نفسه الرغبة في إحياء مجد أسرة آل سعود من جديد، فكان أن أسست الدولة وتأسست الدولة السعودية الثالثة. وتحقيقا للرؤية، تشارك المرأة السعودية في القطاع الصحي بنسبة 98% والتعليمي بنسبة 92%، بالإضافة إلى نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل التي تصل اليوم إلى 36%، مما أسهم في تحقيق طموحات الوطن نحو اقتصاد مزدهر يشارك فيه جميع أفراده ذكرا وإناثا بفاعلية. ومن إرث الماضي وعبقه، ستواصل المرأة السعودية مستقبلا كتابة التاريخ بتحقيق مستهدفات رؤية 2030. للإخبارية منار باشنيم، الرياض. وبمناسبة يوم التأسيس، شاركت القطاعات العسكرية بوزارة الداخلية بمسيرة استراضية انطلقت من ساحة العلم بمحافظة الدرعية بمشاركة فرق الخيالة والهجانة لتجوب شوارع المحافظة وسط أجواء اتسمت بالبهجة والسرور من المواطنين والمقيمين. كما احتفلت القوات المسلحة بذكرى يوم التأسيس، وذلك في مقر كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة، حيث شهد الحفل العديد من الفعاليات التي قامت بإبراز الموروث الشعبي السعودي وإظهار واقع يحاكي
الأسواق والبيوت الشعبية خلال فترة التأسيس، كما شهدت الفعاليات تواجد الخيول العربية الأصيلة والسيارات الكلاسيكية التي تعكس الحقبة الزمنية في ذلك الوقت. كما يشارك متحف صقر الجزيرة للطيران في احتفالات ذكرى يوم التأسيس من خلال فعاليات تستمر لمدة 3 أيام ابتداء من اليوم، وتتضمن الفعاليات العديد من الفقرات المشوقة، منها فعاليات خاصة للأطفال وفعاليات حركية وتفاعلية للزوار وعرض عسكري بالموسيقى العسكرية والعرض السعودية وكذلك عروض أخرى. وختما للنشرة، هذا تذكير بأبرز عناوينها. خادم الحرمين الشريفين يؤكد أن يوم التأسيس ذكرى اعتزاز تعبر عن 3 قرون من قيام هذه الدولة المباركة. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة من قادة ورؤساء الدول بمناسبة يوم التأسيس. ومناطق المملكة تشهد إقامة فعاليات متنوعة تحاكي تاريخ الدولة السعودية احتفاء بذكرى يوم التأسيس. دمتم ودام الوطن بألف خير. تحية لكم في أمان الله.